صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين اللي انضموا لنا من جديد، وجمعة مباركة علينا وعليكم. نهار اليوم الجمعة بإذن الله بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بناء عليه رح تنزل درجات الحرارة بشكل ملحوظ وملموس لتصبح أقل من معدلاتها السنوية مقارنة بيوم أمس الخميس، وطبعا رح تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار في المناطق الشرقية. أما كيف رح يأثر هذا الطقس غير المستقر نهار اليوم على حياتنا ونشاطاتنا اليومية، على أكيد الجلسات الخارجية أو حتى غسيل السيارات ونشر الغسيل، وطبعا اللي حابين يروحوا على البحر الميت أو تسوق اليوم الأجواء غير مناسبة، وأيضا طبعا بسبب احتمالية تساقط زخات من الأمطار رح تكون رعدية، حتى الناموس اليوم فرصة وجوده في الجو ضعيفة، وبتضلها صحتنا متأثرة طول فترة الشتاء، وطبعا خصوصا في الأجواء الماطرة والباردة طبعا بالأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا البرد والرشح. فبدي منكم أنكم تتناولوا كثير من السوائل اللي بتحتوي على فيتامين سي وما تتعرضوا للهواء البارد مباشرة. واللي بيعانوا من الربو اليوم رح تكون فرصة تأثركم متوسطة بسبب احتمالية وجود الغبار في المناطق الشرقية، وايضا رح نضل متاثرين طبعا اللي بيعانوا من الروماتيزم رح تكون فرصه تاثركم عاليه بسبب البرد. والرياضيين اللي حابين انهم يمارسوا هوايتهم الرياضيه بكافه اشكالها مثل كره القدم والسله، الركض والمشي لمسافات طويله، والركوب على الدراجات الهوائيه او حتى السباحه الخارجيه او في البحر، اليوم الاجواء ما بتسمح لكم لمثل هاي النشاطات. بالنهايه بدي انصحكم ضلكم دافين حالكم كثير منيح، واحملوا معكم شماسي اذا حبيتوا انكم تطلعوا من البيت بساعات النهار او المساء. انا لهون بدي اتمنى لكم جمعه مباركه، وما تنسوا تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وايضا فعلوا زر الجرس. اتمنى لكم نهار جميل، الى اللقاء.